وبنهاية صباحنا اليوم رح نفردها لمساحة هي الشغل الشاغل حاليا حديث الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الظواهر الطبيعية. وشهدنا نحن الزلزال اللي حدث بستة الشهر. اليوم دائما الناس عم تشوف فيها أنه عم تربط اليوم حدوث أي ظاهرة طبيعية بحركة الكواكب، بطاقة الأرض، بالمريخ راح لعند أورينوس، الزهرة تحركت من مكانها. هذا العلم قد ممكن يأثر على موضوع الظواهر الطبيعية؟ وهل اليوم عن جد الناس مفروض أنه تكون حذرة وتتابع بدقة اليوم حركة الكواكب لتعرف بكرة شو ممكن يصير؟ صحيح رشا، مثل ما ذكرتي هذا الموضوع بشكل عام الناس بتهتم فيه بالأيام العادية، فما بالك بوقت الكوارث الطبيعية. وقد شفنا اليوم أخصائيين بعلم الطاقة، بعلم الأحرف، بعلم الكواكب طلعت وشرحت، وشفنا من كم يوم ثلاث كواكب كان بمنظر رائع، يعني انتشر على السوشيال ميديا. فبدل ما نروح لنتغزل بهذا المنظر اللي كان كتير حلو وغريب، رحنا لنقول الله يجيرنا، صار عنا فوبيا. اليوم شو هي الظواهر الطبيعية وكيف ممكن تأثر هاي القصة علينا، والكواكب قد ايه مدى تأثيرها على الظواهر الطبيعية؟ رح نتناقش مع ضيفنا لليوم المدرب الدولي بعلم الطاقة سمير هادي. يسعد صباحك واهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نسأل حضرتك عن مدى تأثير الظواهر الطبيعية بمختلف انواعها، سواء كسوف، زلازل، على الانسان. بالبداية بدنا نقول رحم الله شهدائنا، شهداء الكارثة اللي صارت الفاجعة، ومنقول الله يشفي جرحى يا رب، والله يديم الأمن والأمان على ربوع وطننا الحبيب. بالنسبة لتأثيرنا بالظواهر الطبيعية، بشكل عام كوكب الأرض هو ضمن مجموعة كوكبية شمسية، ضمن المجموعة الشمسية، لهذا يكون التأثير نحن نؤثر ونتأثر بأي ظواهر كونية إن كانت في السماء أو إن كانت في الأرض. فأي تغيير بمسارات هذه الطاقة، أي تغيير، فهو يؤثر فينا إما سلبا أو إيجابا. هو غالبا يكون التأثير سلبي، لأنه نحن بالوضع العام في ذبذبات مرسلة، في ترددات مرسلة نحن نستقبلها ومتعايشين معها. فلما بصير هذا الاختلاف، بصير الاختلاف علينا بشكل سلبي، وهذا يبرر أنه لما بيكون في ظاهرة طبيعية كسوف أو خسوف أو زلزال أو هزات، شو ما كان نوع هاي الظاهرة، طبعا هي بتختلف حسب قوتها وحسب شدتها، لكن بالشكل العام نلاحظ أنه في تأثير يستمر ما بعد الظاهرة. بنلاقي أشخاص لحد هلأ الزلزال قد يصل له مارق، ولحد هلأ في أشخاص متأثرين نفسيا، عندهم شد عصبي، صار في معهم رهاب، صار في معهم نوع من فوبيا. فالتأثير السلبي يستمر حتى ما بعد الظاهرة، لأنه صار في طاقة سلبية موجودة على الأرض. طيب هي الطاقة السلبية، خلينا نحكي هيك ببساطة أكثر، اليوم إحنا كيف قادرين نتخلص منها ونحن 24 ساعة ماسكين الفيسبوك ملاحقين الزهرة وين صارت والمريخ لوين وصل، وإذا دخل المريخ اليوم بجانب الكوكب الفلاني بدها تصير كارثة كتير كبيرة؟ يعني عم بيصير تهويل كتير كبير بالقصة. يعني نحن اليوم ما فينا ننكر، بالنهاية نحن عم نحكي بعلم، ولكن نحن اليوم بحاجة لفترة اطمئنان، اطمئنان على هي القصة. هلا في شيء مهم لازم نحكي، واللي هو الظواهر الطبيعية هي شيء موجود، يعني موجودة منذ الأزل ومستمرة. فنحن خلينا نتعامل مع الظواهر الطبيعية أولا بشق توعوي. أنا أخذ معلوماتي من مصدر موثوق، من جهة موثوقة. حضرتك ذكرتي أنه الأشخاص عم يضلوا ماسكين تليفونه على الفيسبوك وكذا، أنا ما بدي أخذ معلوماتي وأتعرض لرهاب وخاف أنا وتر عيلتي وتر الناس اللي حواليي من صفحة مجهولة أو من شخص غير أخصائي بهذا المجال. لا، خليني أنا أخذ معلوماتي من الجهات الموثوقة، الجهات الرسمية، الجهات المعتمدة، الجهات اللي هي أهل هذا الاختصاص أولا. ثانيا اتعامل مع هذه الظواهر الكونية بهدوء. دائما هي الظواهر الكونية أنا إذا ما تعاملت معها بهدوء ما راح أقدر أفكر، ما راح أقدر أتخذ القرارات المناسبة بالوقت المناسب. ثالثا في بعض الإجراءات اللي دائما نحن بننصح فيها بهي الحالات الظواهر الفلكية المشحونة بالطاقة السلبية، على سبيل المثال فيني أنا بلش بشرب المهدئات اللي هي مثل الزهورات والبابونج وهالأمور المهدئة للأعصاب اللي بتريح الأعصاب. ممكن أنا ما ضل ماسك تليفوني طول النهار وعم أقرأ أخبار الزلازل وهون شو صار وهون شو جرى، على الأقل تقدير أني غير جو، مارس حياتي الطبيعية. أنا ما وقف حياتي خلص ضل قاعد بالبيت وعم تابع هذا الموضوع، لا، بدي تابع أطلع لشغلي. طبعا بدي أحاول قدر الإمكان أمن وسائل حماية أو وسائل أمان بضمن بيتي، إذا في تصدعات مثلا تابع الموضوع لا سمح الله،
أو إذا في أماكن فيها خلل صلح هذا الخلل. حاولت قدر الإمكان أنا أمن وسائل أمان بضمن بيتي أو ضمن مكان عملي، لكن بدي حياتي تستمر أنا وأهل أسرتي، يعني بدي حياتي تستمر إن كان بالعمل إن كان بدي أبعت أطفالي للمدرسة، بدي استمر نوعا ما وما ضل عم أفكر بهذا الموضوع. بالنتيجة الأقدار تأتي بالأقوال. أنا إذا بدي ضل أحكي بالطاقة السلبية ويا خوفي بده يصير زلزال والله سمعنا بده يصير فيها هذا حديث البلد المشكلة، يعني ما اختلفنا، بس أنا كمان بدي أحاول قدر الإمكان ما ضل أحكي بالموضوع وما ضل أفكر فيه، بدي أتعايش مع الوضع الحالي. يعني هلا نحن على سبيل المثال عم نقرأ بالمرصد الزلزالي السوري اللي عم ينشر كل يوم إنه كل يوم تقريبا في 40 هزة 50 هزة ارتدادية نحن ما عم نشعر فيها. هلا هي الهزات الخفيفة هي لها تأثير سلبي لكن نحن ما عم نشعر فيها، ما في داعي ضل فكر بالرقم وضل أعمل رهاب لنفسي على هذا الرقم اللي عم أقرأ. طيب خلينا نرجع لنقطة كتير مهمة هي تأثير الظواهر الطبيعية على الإنسان. مثل أي حدث دائما بنشوفه بيكتروا الأشخاص اللي بيحللوا وبيفتوا بهذا الموضوع وبيقدموا نصائح ورغم بيكونوا هنا مانو مختصين. فلما نحن عم نحكي عن تأثير الظواهر الطبيعية نحن عم نحكي على مزاج الإنسان وعلى الإنسان ولكن طبعا. ليس على حدوث الزلزال. فخلينا بس يعني نوضح أكثر هاي النقطة من جديد لأنه في ناس بتخلط، يعني مثلا بتقعد بترصد حركة كواكب معينة تحرك كوكب معين صار في تغير فلكي معين بيعكسوها بحدوث زلزال وبظن هذا الشيء خاطئ، يعني العلمين مختلفين تماما. طبعا طبعا هلا بشكل عام دائما نحن لما بنحكي طاقه بنحكي تاثيرها على الانسان ونحن ذكرنا باكثر من مره وجود الشاكرات بجسم الانسان هي دليل ترابط بين الجسم المادي الجسم الفيزيائي والترابط بالطاقه الكونيه. فلذلك مثل ما حكينا اي تغيير هو بيأثر بشكل مباشر على الانسان ان كان مزاجيا تصرفاته طاقته اليوميه. احيانا بتفيق الصبح بتحسي حالك طاقتك عاليه حاسه حالك مرتاحه، احيانا بتفزي بتلاقي حالك مكتئبه او مالك مبسوطه او معكره مزاجك. هذا له علاقه مثل ما تفضلتي وحكيتي بحركه الكواكب تحركات الارض الارقام الفلكيه، هذا كله بيأثر وبيترابط مع بعضه. بالنهايه الانسان هو جزء لا يتجزأ من هذا الكون، اي تغيير ان كان سلبي او ايجابي فهو يؤثر بشكل مباشر على الانسان، مو بس على البحار مو بس على الجبال مو بس على الطبيعه، لا هو بيأثر حتى على مزاج الانسان وتصرفاته ميوله اتجاهاته تفكيره نواياه، هذا كله بيأثر وبشكل مباشر على الانسان. طيب استاذ خلينا نحكي اليوم كونك ذكرت كلمه الطاقه وحضرتك اكيد خبير بعلم الطاقه، نحن اليوم بحاجه للطاقه الايجابيه ان كان نحن نعطيها للناس اللي حوالينا ان كان الاشخاص بشكل عام للاشخاص المنكوبه بهي الفتره. خلينا نبلش من حالنا، حالات الخوف والذعره اللي عم تصير وعم نشوفها بالشوارع بالجناين الناس نايمه، يعني اليوم نحن بحاجه لطاقه مسعفه، خلينا نستخدم كلمة مسعفة كرمال نحن نقدر نوقف ونسعف الناس اللي حوالينا. يعني طبعا خلينا طبعا. هيك بأمور بسيطة نحن كيف قدرانين نبلش هذا اليوم، كيف قدرانين نقوي حالنا نتأقلم مع الوضع، وأهم شيء نحن نآمن أنه بالنهاية قضاء وقدر. يعني القصة يعني أنا إذا بروح لآخر الدنيا خلص بدي موت بهاي اللحظة حموت، يعني إذا بتخبى تحت 100 سقف بالنهاية. تماما حكيتي كلمة حلوة حضرتك أنه بدي يكون أنا قوي حتى أقدر أقوي غيري. صحيح. فكتير مهم موضوع الثقة بالنفس وموضوع الدعم النفسي الذاتي بعدين أنا أدعم الآخرين. أنا بدي أتعامل مع هاي الظواهر بشكل طبيعي، بدي أتعامل معها بسلاسة، بدي أتعامل بتبسيط للأمور. هي ظاهرة كونية وتمت أو ممكن لا سمح الله تتم بمستوى أقل أو شو ما كان يكون، فهو حدث كوني وقدر الله، خلص قدر الله وما شاء فعل. فأنا بدي أتعامل بعقلانية بوعي. أما بالنسبة للإجراءات العملية اللي لازم أنا مارسها بشكل يومي، خليني أنا بلش يومي بتمرين تنفس عميق، تمرين تنفس استشفائي اللي هو تمرين تنفس الأنفي. هذا بيريح جدا الأعصاب. ممكن مثلا أشرب أنا الشاي الأخضر، ممكن أنا ربع ساعة من التأمل، ممكن الرياضة ولو رياضة المشي مو شرط الرياضات المجهدة، ممكن الرياضة لأنه الرياضة بشكل كتير كبير بتسحب الطاقات السلبية من الجسم وبتخفف من الستريس وبتعطي طاقة إيجابية وحيوية. والأهم من هذا كله مثل ما حكينا نمارس حياتنا بشكل طبيعي. ما بدي ضل أنا قاعد بالبيت ومشغل التلفزيون وماسك التليفون وقاعد وين صار في هزة شو حكى فلان شو حكى علان. في ناس حاطة منبه على الموبايل أنه بيجي زمور إنذار، يعني هذا لحاله رعب بتكون تمام. قاعد شوف هو أحيانا بتكون الهزة بغير بلد. صحيح بتكون الهزة يعني مثل اللي صارت بطاجكستان، الناس اللي حاطة هذا التطبيق صار في جرس إنذار وارتعبت وفاقوا بالليل فلا نحن ما بدنا نهول الموضوع، بدنا نحاول نتعامل مع الموضوع بسلاسة. أنا ما عم أقول إنه ما في شيء،
لا صار في كارثة والله يرحم شهدائنا وكلياتنا تألمنا من اللي صار، بس كمان الحياة ما بتوقف والحياة ما وقفت، لا نحن لازم نكون أقوياء لحتى نقدر ندعم غيرنا. يعني اليوم على سبيل المثال أنا بوجه تحية حب وإكرام وإجلال لكل الأشخاص السوريين اللي شفناهم اليوم بعيوننا اتكاتفوا وكانوا إيد واحدة، إن كان على شكل جمعيات أو هيئات أو منظمات أو أفراد أو كيانات أو مؤسسات، كلهم كانوا متكاتفين لتقديم كل أنواع الدعم، إن كان الدعم الغذائي أو المالي أو المعنوي أو الصحي، وكلهم في مجاله. شيء اليوم يرفع له القبعة، نحن بالنهاية نحن هيك السوريين متعودين، يلي قادر اليوم على سبيل المثال إعلاميا نحن عم نشوف إن كان الإعلام المرئي أو المسموع أو المقروء، كل إعلامنا السوري وإن كان حكومي أو خاص يعني عم يكون مستنفر على مدار 24 ساعة، فكلهم حسب اختصاصه، كان إعلامي إن كان الطبيب إن كان المهندس إن كان صاحب المهنة الحرة، كلهم حسب اختصاصه عم يقدم جميع أنواع الدعم، وهذا شيء إيجابي جدا، هذا بحد ذاته بيدخل الإيجابية. هاي الفيديوهات نحن اللي عم نشوفها والمقاطع اللي عم نشوفها بحد ذاتها بتدخل الإيجابية والطمأنينة، وإنه الحمد لله بعد الدنيا بخير، بعد الناس بتحب بعضها، بعد الناس بتخاف على بعضها. مثل ما شفنا فيديوهات ومقاطع مؤلمة لحادثة الزلزال، كمان شفنا مقاطع لأشخاص عم يتعبوا يوصلوا ليلا ونهارا حتى يقدموا أي نوع من أنواع الدعم، مثل ما حكينا مالي ولا غذائي ولا دعم حتى بالكلمة. صحيح. لكن المهم انه الحمد لله عم نقدر نعمل شيء، والاساس انه نكون نحن اقوياء. انا اذا ما كنت قوي وثقتي بنفسي كبيره وداعم لنفسي وبتمتع بالسلام الداخلي ما راح اقدر اقدم الدعم لغيري. ويمكن نحن دائما بنحكي بامور بتساعدنا وبتجدد طاقتنا، هي طاقه العطاء والحب، ونحن كثير بحاجته بهذا الوقت. تماما. كثير اشخاص اليوم بحاجه مساعده جراء الزلزال، ف ممكن تقديم العون لهدول الاشخاص، المساهمه باي شيء اكيد يمكن حيحسن صحتنا النفسي. جدا جدا وبشكل رهيب، طاقة العطاء، الحب، التسامح والتآخي. اليوم نحن مثل ما حكينا حضراتكم بظل الأزمة اللي نحن فيها ما عاد حكينا، نسينا الحرب، نسينا الخلافات، نسينا مشاكلنا، كلها بدنا نساعد الآخر. بتشوفي ابن الشام موجود بحمص عم يقدم مساعدات، وابن حلب موجود باللاذقية عم يقدم مساعدات، مختلف أنواع المساعدات. اليوم الهيئات متكاتفة، المنظمات، الجمعيات الخيرية، حتى على مستوى الأفراد أو الكيانات، كل اليوم متكاتف وخلافاتنا حطيناها جانبا، فهذا لحاله بيدخل البهجة، بيدخل الطاقة الإيجابية، الروح المعنوية العالية، بيخلي في إحساس بأنه بعد الدنيا بخير الحمد لله، وفي شيء من الإيجابية. ونحن دائما بنقول إن شاء الله القادم أفضل، شو ما كانت أيامنا دائما نحن متفائلين، دائما نحن إيجابيين، ودائما بنقول إن شاء الله القادم أفضل، ونحن نستحق الأفضل أساسا. دائما نحن بنقول أصلا دوام الحال من المحال، يمكن هي فترة صعبة ولكن الأرض يعني الأرض حتستقر قد ما استمرت هاي الهزات الارتدادية. أكيد المختصين عم يحددوا لها فترة زمنية، ولكن مصير هاي الحالة إنه تزول، ما رح نضل طول حياتنا تحت تأثير هاي الهزات. ومثل ما دائما بنقول نحن بالبيت هو المساحة الآمنة لنا والمساحة اللي منجدد طاقتنا فيها. يمكن هلأ رشد بس كلياتنا هيك بحديث عادي صرنا نعرف إنه لا سمح الله صارت أي هزة وين في زاوية بالبيت هي أكثر أمانا، ممكن الواحد يكون يعني صار أي لا سمح الله أي هزة عنيفة ممكن واحد يلتجئ إلى لا يحمي حاله. تماما، كتير مهم اليوم التوعية المنزلية وحتى التعليمية ضمن المدارس. على هذا الأساس في دور كتير مهم للأب والأم للتوعية. أنا بالبداية بقول للأب لأنه هو أصلا لازم يوعي الزوجة إذا ما كانت على مستوى عالي من الوعي، ومن ثم الأطفال. بالنسبة للأماكن الأكثر أمانا، طرق التعامل، آلية التعامل، شو لازم نحن نتصرف، الهدوء بالبيت، الشغلات. نحن هلأ في حالة الناس كلها خايفة، الناس كلها متوترة، فأنا لازم وعي أولادي إنه هن ما يخافوا، وين يكونوا، وين يتوجهوا، وين الأماكن الأكثر أمانا موجودة بالبيت. مثلا إذا كنا نحن بطابق رابع أو خامس ما يهربوا برات البيت وينزلوا على الدرج، لأنه هيك بصيروا بخطر أكبر. هاي التفاصيل، وشكر كبير للإعلام اللي هو دائما عم يحطوا روبرتاجات توعوية أو برامج. صحيح. توعوية، أو دائما عم ينبهوا ويستضيفوا أشخاص مختصين عم يحكوا بهذه التفاصيل الصغيرة. نعم. يلي هي جدا مهمة. لكن بشكل عام نحن دائما منقول الطاقة الإيجابية وجدت بأي مكان فهي بتعطي طاقة إيجابية لكل الأشخاص الموجودين بهذا المكان. فلذلك أنا لما بكون، وحتى ضمن نحن هاي الهزات أو المشاكل أو هذا الخوف اللي نحن فيه، أنا لما بكون شخص إيجابي وعم أتعامل مع الأمور بهدوء وروية
وعم اتعامل بشكل مثالي ووجه اسرتي او بمكان عملي اذا انا كنت ضمن مكان عملي مثلا او بمكان تعليمي انا اذا كنت ضمن مدرسه او ضمن جامعه. اليوم عم نشوف نحن بمقاطع فيديو لمدارس ببلدنا عم يكون في حصص تعليميه للاطفال بس عم يعلمون كثير يعني عذرا يعني اليوم كثير تاخرنا بهي القصه. يعني نحن اجت الحرب تفاجئنا انه صار في حرب بلحظه يعني اجت الكورونا ما عندنا ثقافه شو يعني كورونا، اجتنا الزلازل لا بنعرف وين نتخبى لا بنعرف كيف نهرب لا بنعرف شو هي الاسعافات الاوليه وفاتت الناس بصدمات نفسيه. يعني اليوم تشكر جهود وزاره التربيه ولكن اليوم نحن خلينا نعطي حصه ساعه واحده بالاسبوع علم صحه نفسيه، خلينا نهيئ حالنا لاي نحن ممكن نتعرض باي لحظه لاي شيء. نحن المشكله عندنا دائما استاذ انه بس توقع القصه بنبلش نحكي كيف بدنا نطلع منها. نحن لو عندنا تهيئه لو اليوم طفلي انا بيعرف شو يعني زلزال وشو يعني كورونا وشو يعني حرب ما يعني كنا قطعنا بفتره صحيح. اقل من هيك صحيح. بالسلامه صحيح. والامان. ولكن انا دائما احنا عن جد وزاره التربيه اليوم عم تشكر ولكن وين المانع يكون في عندنا حصه يعني اسبوعيه هو توعويه؟ لازم يكون في عندنا حصه توعويه اسبوعيه لهدول الاطفال. بس نحن انا بعتقد يلي صار انه نحن بحكم انه صرنا مئات السنين ما تعرضنا لهيك زلزال مدمر او كارثه كبيره فكان في نوع من انه نحن بعاد كتفكير انه نحن بعاد عن هذا الشيء للاسف ولكن صار مع انه هو ما في صار معناته ونحن شيء بعيد. ونحن كل الخبراء اكدوا انه نحن على صدع زلزالي يعني خبراء الجيولوجيا اكدوا انه لا احتماليه وقوع زلزال هي دائمه فلازم يكون في حصه توعويه وحتى اكثر ما تكون حصه واحده ممكن يكونوا حصتين او ثلاثه ولا متعلقين بالاسعافات الاوليه مثلا متعلقين بالتوعيه من الزلازل هزات اي كوارث ممكن نتعرض لها ومن حتى من الابتدائي يعني نحن بنحكي الابتدائي والاعدادي والثانوي هذا الشيء باعتقادي لازم يكون مستمر وموجود بشكل دائم يكون موجود وتهيئه من كل شيء يعني من كل النواحي. فمتمنى اليوم وزاره التربيه تاخذ هذا النداء اليوم طلاب الروضه والابتدائي بنتمنى ايضا من الكادر التدريسي انه يكون التوجه للانشطه الترفيهية. يعني أنا ما في داعي اليوم اسمع طفلي بعمر 5 سنين عم يقول لي شو هي المناطق المنكوبة بسوريا يعني صح. هذا الطفل عمره 5 سنوات يعني بيقول لي طرطوس وجبلة. يعني اليوم نحن خلينا نقطع بهدول الأطفال اللي ما كتير واضحة الصورة بالنسبة لإلهم ما في داعي إنه نحن نفهمهم عبء الكارثة يعني فبنتمنى يعني اليوم الأنشطة الترفيهية قديش لها دور نيرمين قديش شفنا صحيح. جمعيات عم تشتغل على الأرض صحيح. موضوع الدعم النفسي دائما بنرجع بنأكد عليه رشا يعني خلينا نقول يعني بالختام حديثنا ممكن ما دام ما في اي يعني تنبيه واضح بخطر زلزال قادم وشفنا كل الاخصائيين يعني يقولوا ما فينا نتنبأ بالزلزال فالحل الوحيد اذا ما في اي خطر هو نتابع حياتنا بشكل طبيعي نرجع لروتيننا اليومي قدر الامكان هيك يمكن بنقدر شوي بنخفف تفكير اطفالنا بيرجعوا بيحسوا انه الحياه صحيح. نوعا ما طبيعيه. هذا مو تجاهل للكارثه او للزلزال او للضحايا ولكن هي طبيعه حياه يعني صحيح. ومثل ما قطعت 13 سنه من الحرب كنا توجعنا كلنا وبكل بيت شفنا صور شهدائنا وذاكرتنا أرشيف كامل من الصور ولكن مثل ما قلنا الحياة بدها تستمر بالوجع يلي عم نعيشه ولكن دائما بيضل الطفل هو العنصر الأضعف استاذ صحيح هذا الحديث. طيب من خلال الحالات اللي عم تجيك حاليا يعني أكيد أنت عم تتواصل وإلك نشاطك اليوم دوركم كتير مهم إن كان أخصائي نفسي أو إن كان بعلم الطاقة إنكم تزوروا المراكز إنكم تشوفوا أحوال الناس عن قرب شو أهم الحالات اللي ممكن تواصلت معك؟ هلا هو أهم الحالات هو موضوع الرهاب النفسي. الناس صار في معها رهاب، صار في معها نوع من الفوبيا، رهاب الزلازل. هذا الرهاب عم يأثر بشكل كتير كبير يعني ممكن الشخص أنا يتواصل معي ويقول لي أنا عم حس بالهزة طول اليوم مع أنه أنا ما بيكون في هزة، ممكن أنا أفتح فيسبوك أو أفتح تلفزيون ولاقي أنه ما في هزة لكن أنا عصبياً عم يحس بوجود هزة أو وجود زلزال طول اليوم. هذا النوع من الفوبيا بحاجة لنوع خاص من الدعم والرعاية والاهتمام. مثل ما حكينا موضوع تفريغ الطاقات إن كان بالرياضة وإن كان بالدعم المعنوي إن كان بممارسة الحياة الطبيعية إن كان بشرب المواد المهدئة مثل ما حكينا مثل الزهورات والبابونج والمليسة هي لها دور كتير كبير والابتعاد عن الشائعات والتركيز أكثر على الأخبار الموثوقة من الجهات الإعلامية الرسمية الموثوقة.
نعم استاذ، نتشكر حضورك لليوم، ودائما بنقول الايمان بالقضاء والقدر، والايمان انه نحن ان شاء الله رح نقطع بهي الفتره. خلي طاقتنا شوي حلوه، خلي الايجابيه نقدر نصدرها من انفسنا للاشخاص اللي حوالينا لنكون سند لهم بهي الفتره. بنشكر حضورك استاذ، واهلا وسهلا فيك. وانا بتشكركم، يعطيكم الف عافيه يا رب.